بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في تاني فيديو ل الهوم لاب للفي ام وير في فول. طيب احنا الفيديو ده هيبقى غالبا أطول فيديو فيهم كلهم. هنجرب فيه أو هنعمل فيه انستوليشن للإي ام سي في في ان اكس اللي احنا عملنا لها داونلود في الفيديو اللي فات. اوكي، والتاني نقطة النهاردة ان احنا هنجهز ال VMware Environment تمام علشان نقدر نستخدم او يعني نجوين ال VVNX لل vCenter Environment عندنا. اوكي، طيب احنا كنا عملنا داونلود المرة اللي فاتت. طب دلوقتي هنعمل انستليشن، هنعمل انستليشن للفيرتشوال ماشين بتاعت ال VVNX. اوكي، انا عندي سيرفر A6i. نعمل امبورت لل OVF فايل، فايل وديبلوي OVF، هو الفايل OVA يعني. اوكي اوكي هو مشاور على الباس. نيكست. اوكي نيكست، اكسبت، نيكست. اوكي، هي اسمها فيرتشوال سان، يعني نسميها اي ام سي في ان اكس. اوكي طيب، هي بتحتاج 85 جيجا. احنا عشان باللاب بس هنخليها في بروفيشننج عشان الكباسيتي اللي موجوده عندنا 85 جيجا. ده الكباسيتي اللي بيحتاجها السيستم نفسه بتاع الاي ام سي. اوكي نيكست. دي النتورك اللي موجوده، في ثلاثه نتوركس، في مانجمنت نتورك واثنين للداتا ترافيك. اوكي، ده سامري وباور اون. اوكي خلينا نقول له او اوكي خلينا نفينش وبعدين باور اون بعد ما امبورت. اوكي، يعني هو الامبورت هياخد كام دقيقه كده. انا هوقف التسجيل ونكمل بعد الامبورت ما يخلص. تمام كده الامبورتنج خلص. كليك كلوز للفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين ثانية واحدة فوق. اوكي بص عليها كده. اوكي هي بتبقى على الفيرتشوال ابلاينس نفسها على لينكس سوسي انتربرايز اديشن، او 2 سي بي يو 12 جيجا رام، وهي بيبقى فيها عليها فيرتشوال في ام وير تولز كمان. اوكي هي دلوقتي فيها كام هارد ديسك؟ فيها 3. اوكي 3 هارد ديسكات، دول خاصين بالسيستم. توتال يعملوا 85 جيجا تقريبا. اوكي احنا هنزود هارد ديسكات بس بعد ما الانستليشن يخلص. دلوقتي طبعا انا لسه ما قومتهاش باور. احنا هنحط الاول باور اون. الانستوليشن بتاعها بياخد حوالي يعني من تلت ساعة لنص ساعة على حسب قوة الجهاز. بعد الانستوليشن ما بيخلص كل الكلام بيبقى طبعا ايه، كوماند لاين كده، سكريبتات بتبتدي الانستوليشن، بتبتدي تكتب او يعني تكريت السيستم وتنزل الفايلات على الهارد ديسكات بتاعتها. بعد ما الانستوليشن بيخلص هي بتعمل ريبوت من نفسها، وهنعرف ان احنا نقدر يعني نتعامل معاها ازاي. هنا دلوقتي كده في السامري لسه طبعا ايه الدي نوت راننج، ومفيش اي بي ادرس ومفيش دي ان اس نيم. لما تبقى دي راننج ويبقى في هنا اي بي ادرس، والاي بي ادرس ده يكون اي بي في 6 ويكون في دي ان اس نيم هنا او هوست نيم، نعرف كده ان احنا نقدر ان احنا نبتدي نتعامل معاها. اوكي طيب، انا علشان احنا بعد ما يخلص الانستوليشن هنحتاج ان احنا نديلها اي بي ادرس. لو احنا عندنا دي اتش سي بي في الانفايرمنت، دي اتش سي بي فيرجن 4، هيديلها اي بي على طول. لو ما فيش هندخل مانيولي، وده احسن عشان اشوف مع حضراتكم ازاي نخش مانيولي نحط اي بي ادرس ليها. لو كنا عملنا امبورت للاو في اي فايل ده من في سنتر، كان ممكن في الويزرز ان احنا على طول نحط لها ستاتيك اي بي، وكان
كنا هنخلص من الستيب دي، بس يعني السيرفر اللي عليه الهوستنج للفيرتشوال ماشين دي دلوقتي ما هوش داخل في في سنتر، ويعني برضو علشان ناخد فكرة ازاي مانيوالي نخش نديلها اي بي ادرس. تمام اوكي، انا هوقف التسجيل لحد ما الانستوليشن يخلص خالص ويعمل ريبوت، وارجع تاني مع حضراتكم علشان نبتدي ندي الهاي بي ادرس نخلق ونعمل الكونفيجريشن بتاعه. اوكي، لو حضراتكم ملاحظين دلوقتي الاوبريتنج سيستم بقى ايدنتيفايد، و الفي ام وير تولز بقت راننج وخد اي بي ادرس، بس الدي ان اس لسه، الاي بي ادرس ده لسه مش مظبوط، هو المفروض ان هو يبقى اي بي في 6، والدي ان اس نيم برضو لسه، او كانت حتى لسه بوتينج يعني. اوكي، فهي لسه احنا كل ده الانستليشن لسه شغال في الباك جراوند. لو بصينا هنا كده على البروجرس، على حجم الهارد ديسكات دلوقتي مثلا 16 جيجا. اوكي، لو انا ريفرش فوق الرقم ده ضايع زيت. تمام، هو واكله من الرامات حبه حلوين يعني. اوكي، هي لسه هتريبوت، انا لسه قدامها شويه، انا بس حبيت اوري حضراتكم الجزء ده كده عشان تبقوا متابعين معايا الانستليشن ماشي ازاي. نكمل بعد الانستليشن ان شاء الله. تمام، المفروض كده خلاص ان الانستليشن يكون خلص. دلوقتي ال VMware Tools running، وادي ال IPv6 V6، وادي ال DNS name. تمام، طيب خلونا بقى نديلها IP address. خلينا نفتح كده هنا كونسول تاني. طب اوكي، المنظر ده كده عادي، في هنا عندنا سيرفيس اتعمل لها سكيب، ده كده عادي خالص. اوكي، هندوس انتر. طيب اليوزر نيم سيرفيس، معلش نكتب من الاول. اوكي، اللوجن يوزر نيم سيرفيس كله سمول، والباسورد نفس الكلمة سيرفيس سيرفيس. تمام، طيب عايزين نديلها اي بي، هنكتب الكوماند اس في سي اندرسكور انيشال اندرسكور كونفيج داش 4، وهوري حضراتكم انا جبت الكوماند ده منين. اديلها اي بي 172.16.0.190 سبنت ماسك. ستة 55 دوت، دوت زيرو الجيت واي 16 دوت زيرو دوت 177. انا ما عنديش جيت واي، بس ما عندي غلطة في الكومنت. اوكي، تمام، كتب لنا هون successfully configured network parameters. طيب الكوماند التاني اهو svc underscore initial underscore config داش 4، ده ايه؟ عشان ال IPv4 لازم نحط كود ال IP address بتاع ده ال IP address بتاع المانجمنت بورت. اوكي، وبعد مسافة ال subnet mask، وبعد كده ال gateway. طيب الكلام ده انا جبته منين؟ جبته من اليوزر، من الانستليشن جايد. اوكي، هندور على اس في سي اندرسكور مشيل اهو، ادي الكوماند اهو اللي انا استخدمته.
اوكي تمام. طيب خلاص احنا كده هنا تمام، احنا ممكن نقفل الكونسول، مش هنحتاج حاجة تاني دلوقتي منه. احنا عايزين بقى نعمل لوجن على الانترفيس عشان نبتدي السيت اب، الانيشال سيت اب بتاع الانيشاليزيشن، يعني بيفضل فايرفوكس. انا جربت معاها كروم وما الدنيا ما كانتش مظبوطة، يعني في حاجات ما بتشتغلش. طيب فهنستخدم فايرفوكس 0.192، هن اوكي. هي طبعا عشان السيلف سايند سيرتيفيكت، اوكي هرفرش تاني لان انا يعني محتاج، كنت محتاج ان انا اكسبت السيرتيفيكت. اوكي ادفانسد اد، اوكي جيت سيرتيفيكت و اوكي كاستم سكيورتي تمام كده هايل. تمام اليوزر نيم ادمن، طبعا اليوزر نيم اللي كان في الكونسول ده للكونسول، مالوش ده للاوبريتنج سيستم نفسه اللي هو اللينكس، وسي مالوش علاقه بالباسورد بتاعت الابلكيشن نفسها بقى، يعني نقول الابلاينس نفسها يعني. اوكي اليوزر نيم ادمن، الباسورد كلمه باسورد 1 2 3، هوريها لحضراتكم مكتوبه فين. لو بصينا في اليوزرز جايد، اليوزر جايد باسورد اهي، باسورد 1 2 3، باسورد اهي تحتها على طول، انا مش واخد بالي بس اهي. اي باسورد كله سمول، البي باس كابيتال والباقي كله سمول، 1 2 3 وهاش. موجودة فين؟ موجودة في صفحة 8 من الـ Installation Guide. اوكي هو دلوقتي بيعمل لودنج، ده الويزرد بتاع الـ Initial Installation. Next Accept الـ Agreement. Next تمام، هو هنا هيطلب مننا ان احنا نغير الباسورد، باسورد الادمنستريتور، نقول باسورد. وخدوا بالكم من الحته دي بقى. اوكي بيقول set service passwords the same as the admin password. السيرفيس اللي هو السيرفيس اكونت اللي احنا عملنا بيه لوجن في الكونسول عشان نغير الاي بي، فدلوقتي الباسورد الجديده اللي اتحطت هنا اوتوماتيكلي هتتغير برضو في السيرفيس اكونت. تمام نيكست. اوكي هنا بقى هيطلب مننا اللايسنس، هنروح بقى الويب سايت علشان نجيب اللايسنس. الاول نعمل كوبي، ناخد كوبي من اليو يو اي دي، كوبي نروح ويب سايت، الصفحة مفتوحة اهي هنا اهو، ندوس هنا كليك على license your system. اوكي اوكي هايل، طبعا لازم نكون عاملين login بالاكونت paste، وهنختار من هنا البرودكت اللي هي الفيفول تكريب بريفيو تاني، قول له submit، هيدي لنا فايل لايسنس فايل، هنعمل له سيف. اوكي داونلود، انا هسيبه مع السورس. اوكي يو سي، اوكي تمام داونلود تمام. اوكي نقفل الصفحه دي، مش محتاجينها في حاجه تاني. نرجع للفايرفوكس، اوكي نجي نقول له بقى انستول لايسنس وبراوز داونلود. اوكي وادي اللايسنس فايل،
تمام كلوز كده خلاص الستيب دي تمام برودكت لايسنسد نيكست. اوكي هنا سبيسيفاي بقى دي ان اس سيرفر ده مش محتاجينه دلوقتي في اللاب بتاعنا خلاص مش هحتاجه. طب ان تي بي سيرفر لا مش هحتاجه برضو في اللاب بتاعي نيكست. اوكي ستورج بولز هنخلي البولز دي بعدين مش هنستخدمها دلوقتي بس خلينا بالمره واحنا في الستيب دي كده نروح للسان نضيف لها الهارد ديسكات. انا كنت قايل لحضراتكم ان احنا هنضيف 4 هارد ديسكات فهنيجي دلوقتي نضيفهم. create hard disk 50 وخلوها thin. اوكي انا كده ضفت 4 هارد ديسكات خلاص وكلهم 50 جيجا وكلهم thin provisioning. هو انا يعني انا حبيت ان انا اعمل كده في اللاب بتاعي لكن انت ممكن تكتفي بهارد ديسك واحده او اتنين كفايه قوي يعني مش لازم كل العدد ده. احنا بس عشان نجرب نشوف ازاي هنكريت البول هنحط بوليسيز وحاجات زي كده. اوكي نشوف نتابع البروجرس. هاي كده خلاص كومبليت. نرجع تاني للويزرد. انا مش هكريت حاجه دلوقتي هنخليها بعدين نيكست. اوكي ايس كازي نتورك انترفيس. هنا بقى دي الانترفيسز بتاعت الستورج بروسيسورز في السان. هيبقى في عندنا اتنين دوس بلس لان هي فيها اتنين ايه مانجمنت يعني عفوا اتنين داتا نتوركس. ناخد الاول موديول 0 ايثرنت 0 نديله اي بي 192.16.0.191 مثلا هديله gateway next. تمام كده ضفنا واحد نفس الطريقة نضيف رقم اتنين على التي على بورت رقم واحد يعني اللي بيشتغل على السان ستورجز هيبقى متخيل ايه البورت واحد وايه البورت اتنين 192. اللي ما عندوش فكرة عن البورتات بتاعت الستورج ديفايسز يحاول ان هو يسيرش كده ويعرف القصة دي. هايل كده بقى عندنا اتنين ستورج الايس كازي نتورك انترفيسز خلاص عملنا اتنين انترفيس واللينك اب. اوكي نيكست. اوكي هنا عندنا ايه؟ عندنا ناز سيرفر هنخلي ده دلوقتي نيكست. اوكي السامري بتاع الكونفجريشن الخاص بالكونفجريشن بتاعنا نقول له فينش زي الفل كده كومبليتد نقول له كلوز. اوكي ده كده شكل الانترفيس بتاعنا اي بي اللي بنلوجن بيه ده المانجمنت اي بي. اوكي دلوقتي الستيب اللي بعد كده ان احنا هنكونفيجر السام بقى بتاعتنا دي هنكريت بول. اوكي البول ده اللي هو بول اوف ستورج ريسورس. اوكي في العادي بقى بنكريت بول والبول بنقسمه لانز لو نفتكر بقى اللي كنت بتكلم عليه البول واللانز. اوكي فاللان بتبقى جوه بول. دلوقتي احنا هنعمل بول عشان يبقى جوه في فول مش لان. هنيجي هنا على الشمال على عندنا ستورج عندنا اكسس هنشتغل على الاثنين دول. اوكي بس دلوقتي هنشتغل الاول على بولز عايزين نكريت بولز. اوكي ده كده الفيو بعيد معلش انا محتاج ان انا اعمل زوم علشان ستريس شويه على النقط. اوكي انا هعمل زوم ان دلوقتي انا بكريت بول. اوكي هسمي البول ده بول 1 هنسميه فاست هارد درايفز. هنفترض ان انا اتخيل ان هي يعني اس اس ديز مثلا او بلاش اس اس ديز خليها 15 كي هارد درايف سرعه 15 كي نيكست. سوري ندوس على نيكست. تمام اوكي هنا في الفيو ده
في عندنا اربع هارد، هو حاسس باربع هارد ديسكات بتوعنا، هنسبيسيفاي جنب كل هارد ديسك منهم الاستورج تير بتاعته، التير بقى البرفورمانس تير. اوكي، فهقول مثلا اول اثنين دول هسميهم اكستريم بيرفورمانس تير، اكستريم بيرفورمانس تير، والثالثه والرابعه هنسميها مثلا كاباسيتي تير وكاباسيتي تير. نفترض ان اللي تحت دي كده ايه مثلا 7200 كيلو، 7.2 كيلو. اوكي نيكست. لودينج. اوكي تمام. طيب دلوقتي بيقول لي سيلكت ستورج تيرز، سيلكت ستورج تير علشان ايه؟ علشان البول اللي احنا بنكريته، احنا كريتنا خلاص، حطينا هنحط فيه اتنين هارد ديسك. وبيقول لي هنا عرفني بقى انت البول بتاعك انت عايز فيه ايه الستورج تير اللي انت عايزه. احنا عايزين اكستريم بيرفورمانس تير، وهو بيقول لي اوريدي انت في عندك اتنين هارد ديسك ريكوجنايزد از اكستريم بيرفورمانس تير، وعندك اثنين كمان ريكوجنايزد از كاباسيتي تير. احنا محتاجين بس اثنين هيدولنا كاباسيتي 100 جيجا، 50 زائد 50. نيكست. هنختارنا ده بس في الاول. اوكي هايل. وهو باي ديفولت قال ايه بقى؟ سيلكت فيرتشوال ديسك، وهو اوتوماتيكلي اختار الاثنين هارد ديسك اللي بيطابقوا السيناريو بتاعنا، اللي بيطابقوا البرفورمانس تير، يعني اللي هي الاكستريم performance tier. next. okay. create capacity profile. ماشي، ممكن يكريت capacity profile. ده capacity profile ده اللي هو هيكون بيقابل ال policy، ال storage policy. دلوقتي ال capacity دي هنسميها ايه؟ انا هسميها perf، يعني performance golden. بيرف جولدن. اوكي نيكست. هو لوحده اهو بيقول الفي ام وير كاباسيتي بروفايل كونسترينتس. عندنا ايه بقى؟ التاج انا مش محتاج احط تاج، هو اوتوماتيكلي حط ان هي السيرفيس جولد، لان هي طبقا لان هي الاكستريم اكستريم بيرفورمانس كاباسيتي. اه مكتوب هنا. اوكي، هو ال space capacity thin thick، هذا مش هتهمنا دلوقتي. اوكي next. اوكي summary. اوكي بس هنا بن review بن راجع. اوكي finish. دلوقتي بيعمل creation لل pool وبيعمل creation لل capacity profiles. تمام completed الحمد لله. تمام close. هاي نعمل pool كمان للهارد ديسكات بقى بطيئة، هنسميه الأولاني ده ايه؟ pool 1. نسميه ده بس أتأكد من الاسم. اه pool 1. اوكي نعمل pool 2. اوكي وده جواه slow hard drives. تمام. طيب نختار بعض الهارد ديسكات. اوكي assign tier to hard drives. خلاص اوريدي انا عامل assignment من قبل كده لان دول capacity tier. next. اوكي سيلكت ستورج تيرز. خلاص هو مفيش غير الايه الكاباسيتي تير. نيكست. اوكي ادي الهارد اثنين هارد درايفز الكومبلاينت. اوكي انا كاريت كاباسيتي بروفايل ان كاريته بالمره، هنسميه بيرف برونز سلو هارد درايفز 7.2 كي نيرلاينز مثلا يعني. نيكست. اوكي نيكست ريفيو ويل كرييشن ان بروجريس. هايل هايل. تمام كلوز. اوكي كده عندنا
اتنين بول انا الفريش. اتنين بول كاباسيتي 1 وكاباسيتي 2. بص هنا كده الاقي ان الفري سبيس ما فيش تقريبا اليوزد لسه. اوكي كل واحد فيهم 100 جيجا. ندوس كليك ونبص هنا على اليمين نلاقي الكاباسيتي او فري 98 جيجا او 98 جيجا، وكاتب حتى الديسكريبشن دي سلو هارد درايفز. هنا هنلاقيه كاتب ايه هاي بيرفورمانس فاست هارد درايفز. النقطة اللي بعدها هنحتاج دلوقتي ان احنا نعمل كرييشن ل ناس سيرفر. بس لا نخليها الاول، الاول هنروح على في ام وير. المطلوب دلوقتي ان احنا هنعرف الفي ام وير انفايرمنت باللسان بتاعتنا. اوكي فهنيجي على اكسس هي، انا اسف معلش النقطه دي لسه الدور ما جاش عليها. احنا عندنا ايه تاني دلوقتي؟ عندنا اوكي ان احنا خلاص خلصنا انستليشن وكونفيجريشن، هنروح نكونفيجر الفي سفير انفايرمنت بالنسبه للستورج نتوركينج، نطمن ان الايس كازي كونفيجريشن هناك مظبوط. المفروض ان حضراتكم على درايه بالقصه دي، ولو في حد مش عارف الستبس يعني احنا هنطمن بس ان ان النتوركينج مظبوط بالنسبه للستورج. لو في حد ما عندوش فكره القصه دي بتتعمل ازاي يتفضل طبعا اهلا وسهلا بيتواصل معايا واعرفه بتتعمل ازاي، وممكن حتى اعمل لها فيديو لوحدها بس عشان نختصر الوقت. هنركز بس على هي اوريدي معموله، الكونفيجريشن معمول، وهنركز بس على ان انا نراجعها ونبص عليها بصه سريعه ونتنقل للنقطه اللي بعدها. اوكي هنبص على الكونفيجريشن من خلال الاس اكس اي هوست. اوكي هنبص على النتوركينج سيتنجز والستورج سيتنجز اللي موجوده فيه. اوكي ده الفي سنتر سيرفر بتاعنا. اوكي وتحته داتا سنتر واحد، وتحته السيرفر الاس اكس اي هوست، وجواه فيرجن ماشين واحده اللي هي الفي سنتر نفسه اللي شغال ده. تمام ندوس هنا كليك على النود هنا بتاعت السيرفر نفسه. اوكي وبعدين ندوس كليك على مانج. طبعا السيرفر ده فيه ثلاث كروت نتورك، واحد للمانجمنت وواحد واحد مانجمنت واثنين للستورج. اوكي هندوس على ستورج هنطمن الاول بس على معلش نتوركينج الاول. فيرتشوال سويتشز عندي سويتش رقم 0 اللي هو الديفولت ده عليه كارت نتورك واحد اهو، في المانجمنت نتورك والفيرتشوال ماشين نتورك. والسويتش الثاني ده انا مكريته علشان الاستورج سريعا كده. اوكي السويتش ده جواه اتنين بورت جروبس، وكل واحده منهم اسايند ليها كارت واحد. هو الايس كازي ريدندنسي بتاعته بتكون بالطريقه دي، بعمل اتنين بورت جروبس وكل واحده باي بي. طبعا دي بتبقى في ام كيرنل بورت، وكل كارت بيكون على بورت. طيب تمام الاستورج بتاعتنا نبص على ستورج. اوكي نتاكد ان احنا في عندنا ايس كازي انترفيس. اوكي وان هو طبعا ايه اونلاين. ما ننساش نعمل بورت بايندنج، دوس كليك عليه ونتاكد ان النتورك بورت بايندنج مظبوطه، ان انا عامل بايند لكل ستورج بورت جروب اللي شفناه في نتوركينج بعمل لها بايندنج مع كارت نتورك. اوكي وان هي تبقى طبعا كومبلاينت نوت يوزد ده امر طبيعي. احنا مش هنعمل هنا اكتر من كده، مش هنلعب بقى في الديسكفري في الديفايسز مش في التارجت سوري، مش هنعمل اد هنا خالص لا الاستاتيك ولا دايناميك ديسكفري للتارجت. الفي فول ما بيشتغلش بالطريقه العاديه بتاعت الايس كازي. اوكي فهنطمن نعمل كونفيجريشن بس لحد المرحله دي وهنقف، مش هنعمل اي حاجه اكتر من كده. طيب احنا كده ان شاء الله هنا تمام، الكونفيجريشن كده هنا مظبوط. اوكي لحد هنا الفيديو ده كده خلص، ونكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باقي النقط اللي فاضله.
ان احنا هنعمل registration جوه ال SAN storage لل V center. شكرا.